يسعدنا ان نلتقي بالسيد اللواء مساعد وزير العلاقات والاعلام اللواء عبد الفتاح عثمان ليقص لنا حكايه الحفل وتكريم امهات الشرطه بالنسبه له. يعني هو ده استكمال لاحتفالات الوزاره باسر الشهداء. كان هناك حفل سابق لتكريم اسر الشهداء الضباط، والنهارده حفل لتكريم اسر شهداء الافراد والمجندين ورجال الشرطه والموظفين. والسيد الوزير حرص على حضور الحفلين، الحفل الاول ومصافحه كافه المتواجدين من اسر الشهداء، وكذلك اليوم ايضا رغم ارتباط سيادته باجتماع ملح في مجلس الوزراء، الا ان سيادته حرص على التواجد ما بين اسر الشهداء لمشاركتهم هذا اليوم. واحنا الوزاره لا تتاخر ابدا وبتبذل كل جهودها لادخال البهجه على اسر الشهداء والاحتفال باي مناسبات تخصهم، وان شاء الله سنكمل سعينا للتواصل دائما مع اسر الشهداء باذن الله. بصفتك مدير وراعي العلاقات الانسانيه، ما هو الدعم الذي تمد سيارتك للواء عادل فتيح لكي يكمل مسيره تغطيه العلاقات الانسانيه لتكون هي الوجهه الاولى والاخيره لاسره الشهداء؟ هو العلاقات الانسانيه احدى الادارات التابعه للاداره العامه للاعلام والعلاقات اللي انا اشرف برئاستها. احنا بنقدم كل الدعم في كافة المجالات وفي كافة المناحي لأسر الشهداء والمصابين، لا نتأخر اطلاقا عن اي طلب سواء كان طلبا شخصيا او انسانيا او اجتماعيا. نبذل قصارى جهدنا للتواصل الدائم مع أسر الشهداء. خلال الاسبوعين الماضيين اصدر السيد الوزير قرار بانشاء ادارة متخصصة داخل ادارة العلاقات الانسانية برعاية أسر شهداء الشرطة. هذه الادارة ستعنى بكل ما يتعلق بأسر الشهداء. كل شهيد سيكون له ملف، كافة طلبات وكافة متابعة لأبنائه أثناء دراستهم وحتى تخرجهم من الجامعة وتعيينهم في وظائف تليق بهذه الأسر. هذه الإدارة معنية بها، تم دعمها بعدد من الضباط وإن شاء الله في الطريق عدد من الضابطات حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل. والوزارة لا تألو جهدا أبدا في التواصل الدائم وتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء. احنا سمعنا أن هذه الإدارة يطلق عليها إدارة الشهيد، فوجهة النظر العام لإدارة الشهيد في حين العلاقات الإنسانية كانت تقوم بكل الدور الإنساني لأسرة الشهيد، هل هو اختصاص بالذات أم هو تكمل المسير؟ يعني هي الإدارة، إدارة العلاقات الإنسانية فيها عدة إدارات وكلها تعمل لخدمة أسرة الشهداء وأسر المصابين ورعاية رجال الشرطة، ليس فقط الشهداء منهم والمصابين ولكن كل رجال الشرطة، من يحتاج منهم إلى أي مساعدة في أي مجال من مجالات الحياة بتقدمه ليه. في الفترة الأخيرة وفي ظل زيادة عدد الشهداء وزيادة أسر الشهداء ومطالبهم، كان السيد الوزير سباق في أنه أصدر القرار بإنشاء إدارة متخصصة تكون بعيدة عن الإدارات الأخرى لرعاية رجال الشرطة، تختص برعاية أسر الشهداء. وهذه الإدارة تقوم الآن بواجباتها بحيث أنها تكون على تواصل دائم بأسر الشهداء وتلبية كل احتياجاتهم.